أعزائي الطلبة، أرحب بكم مرة أخرى وأكمل الجزء الثاني من محاضرة مركبات الكربونية. وصلنا في الجزء الأول إلى المخطط الأوربيتال الجزيئي لمركبات الكربونية عند تعاصرها مع الفلز. وبالحقيقة لو ناخذ مخطط الأوربيتال الجزيئي، الأوربيتال الجزيئي اللي موجود هو بهالشكل، يعني الكربونيل هي 6 ليجندات مثلا تتهجن تعطينا 3 حالات، اكو مناظر الى هنا فتحدث عملية تداخل، يبقى التي تو جي غير متعاصر نون بوندينج. ومثل ما شرحنا بانه الباي ستار اللي موجود بالكربونيل هو مناظر الى هذه الاوربيتالات وهو فارغ، فإذا حدث أن الإلكترونات أو الفلز مليء بالإلكترونات، لاحظ هنا الدلتونات هاي قيمتها صغيرة، والدلتونات دائما بين الإي جي ستار وما تحته. عندما يكون هذا التناظر موجود وهذه الإلكترونات موجودة يحدث عملية الباك لونيشن. خلينا نشوف المخطط هنا شنو اللي صار هسه. هذا الباي ستار حقيقة الباك لونيشن اللي يحدث، قلنا أما يحدث بوجود الباي ستار كما موجود في الكربونيل السيانيد الاثيلين الفيناثرولين دايبريدال، يعني اي ليجند يمتلك عصره مزدوجه، او احيانا ليجندات الفسفور والليجندات الزرنيخ والليجندات الكبريت حقيقه بها دي اوربيتال قريب ايضا هذا شكله، ويكون مناظر وفارغ وممكن ان تحدث عمليه الباك دونيشن اليه. من تحدث عملية التعاصر بسبب الباك دونيشن راح يصير ربح بالطاقة وخسارة بالطاقة، يعني بالبوندينج والانتي بوندينج. أصبح عندنا هنا الإلكترونات الدلتا نوت بدل ما كانت هنا لهنا وأصبحت كبيرة، إذا أصبح يقال بأن الكربونيل مركبات ذات برم واطئ، لأن ازدادت قيمة الدلتا نوت، أصبحت قيمة الدلتا نوت يعني هي أكبر من طاقة الازدواج، فيفضل الإلكترون في الازدواج على أن تصعد للأعلى، وهي مركبات مستقرة جدا. من جانب آخر نجد تشخيص هذه المعقدات باستخدام أطياف الأشعة تحت الحمراء. لاحظ أنه الكربونيل الحر ترددها هو 2143، يعني ثلاثية عاصرة سي تريبل بوند او. خلنا ناخذ هذه الأمثلة، تردد الكربونيل بالنسبة للفنان فناديوم 23، إذا هو أرجون 4s2 3d3، هنا الكربونيل جزيئة متعادلة إذا تأكسدة صفر، ومثل ما قلنا سابقا بأنه مركبات الكربونيل دائما العناصر تفضل حتى اكسيديا صفر. اذا هناك 3 الكترونات بدي، تزداد الالكترونات بدي بالنسبه للكروم يصير دي 4، او الحقيقه يعني دي 5 او دي 4. هنا بنغيز دي 5 جاي تزداد الالكترونات فيزداد تردد العاصره. هنا الحديد دي 6 والكوبالت دي 7. هنا التيتانيوم حقيقة شحنة سالبة، الشحنة السالبة يعني الكربون المتعادل، إذا هي شحنة تيتانيوم، إذا التيتانيوم غني بالإلكترونات، إذا عملية منح إلكتروني كبير ما يؤدي إلى تيتانيوم كربون أشبه بالدبل بوند، فتصبح الكربونيل ضعيفة وأيضا أشبه بالدبل بوند فينزل تردده. النيكل ايضا تردده بهالشكل، بالحقيقة اكو عامل اخر اللي هو صغر حجم الليجند، صغر حجم الليجند كل ما اتجه نحو اليمين يؤدي الى اقتراب ازيد وعاصرة اضعف وزيادة بترددات الكربونية. الكربون هنا الإريديوم متعاصر الكلور والترايفينيل فوسفين والكربون مونوكسيد، هنا الكلور عنده تأثير حثي ساحب وميزومري دافع،
وهنا الإريديوم موجب، فإذا حتما أكو منح إلكتروني. ترايفن الفوسفين أيضا يمتلك منح إلكتروني كبير، فلذلك نتوقع أنه الإريديوم راح يصير غني بالإلكترونات، فعملية باك دونيشن قوية والتردد العصري يقل. هنا الكوبالت ويا الكربونيل الحقيقة شحنة سالبة، الكربونيل متعادل، الكوبالت هنا الشحنة إلي، إذا أكو كثافة إلكترونية وينزل التردد. ناخذ مثال آخر اللي هو الإريديوم الدايمر، هذا ليجند سايكلو بنتا داينر أو باي سايكلو بنتا داينير. هناك كربونيل طرفية وهناك كربونيل جسري. لاحظ إذا كانت ميو 2 كربون للجسرية فيتوقع أنه طولها بين ال 1.17 إلى 1.22 أنجستروم. إذن الجسرية هي أطول من الطرفية حتما، لأنه الطرفية ثلاثية والجسرية ثنائية، فالثلاثية أقصر من الثنائية. لاحظ هذا المركب أظهر ترددات مختلفة، ثلاث ترددات الحقيقة، هذه واضح لأعصرة ثلاثية يعني سي تريبل بوند أو، بينما هذه لأعصرة جسرية. ولاحظ أنه هناك ترددين بالحقيقة، هي المفروض سيمتريكال لكنه احتمال أكو كونفورميشن اللي عن اتجاه الكربونيل باتجاهين، باتجاه واحد أو باتجاهين، فلذلك نحصل على ترددين. المهم هنا انه وجود هذا الرقم يعني انه اكو كربونيل جسر. الكربونيل 13 في هذا المعقد ايضا اداه تشخيصيه، الدلتا مالته 203 هاي تعني انه ثلاثيه، بينما بال 171 هي بريدج، لان نعرف الكربونيل تظهر بال 185 195، فهذه اضعف من الكربونيل الاعتيادية. هنا نعطي ملاحظة بأنه هذه الجزيئات الكربون مونوكسيد عمودية على العنصر على المتر المركزي. ناخذ مثال آخر، هنا الكربونيل ثلاثية الجسر، يعني هنا مرتبطة بهذا الحديد وهذا الحديد وهذا الحديد، إذا حتما هي ثنائية وأضعف من الثنائية، فظهرت بال 1620. مثال آخر روثينيوم، روثينيوم أيضا كربونيل جسري وكربونيلات طرفية، وهذه الكربونيلات الطرفية مثل ما قلنا تختلف اتجاهاتها بالفراغ، فلذلك ظهرت عندنا عدة ترددات لأواصر ثلاثية. المهم أن هناك عاصرة بال 1743 اللي هو هذا التردد الانسيمتريكال بالنسبة للآي آر، هذا يثبت بأنه أكو عاصرة كربونيل جسري. المد الراجع بالحقيقة يزيد الكثافة الإلكترونية على الكربون، لذلك فتقترب تصبح الأصل الثلاثية ضعيفة وتقترب من الثنائية، وأيضا من ناحية أخرى الأصل فلز كربون تصبح أقوى وتصبح أقرب من الثنائية. المثال على هذا يعني المنغنيز، يعني ويا المثل ويا الكربونين، ويا المثل شوف الأصل طويلة هي الكربونيل القصيرة، إذا يشبه بالدبل بوند، وهذا كله سبب التعاصر الراجع. شكرا لإصغائكم.